أعزائي الطلبة، ننتقل الآن في هذا التسجيل إلى موضوع الكريبتوغرافي، وهو من المواضيع المهمة في موضوع أمن المعلومات. طبعا كان الموضوع هذا أو الوحدة هاي إحنا أخذناها من تشابتر 8، اللي هو من تكست بوك Introduction to Computer Security. طيب يعني خلينا نعمل هيك جنرال باك جراوند، شو هي الكريبتوغرافي، شو المواضيع اللي مرتبطة بها. يمكن في أول محاضرة احنا كنا تكلمنا على التصنيفات اللي موجودة في موضوع أمن المعلومات، وقلنا انه في عنا اشي اسمه الكريبتولوجي. كريبتولوجي اللي هو Science of Encryption combines cryptography and cryptanalysis. يبقى الكريبتولوجي موجودة عندنا، بتحتوي أو بتضم الكريبتوغرافي بالإضافة للكريبت أناليسيس. طيب إيش المقصود بالكريبتوغرافي؟ اللي هي process of making and using codes to secure transmission of information. يبقى هي عبارة عن مجموعة من أو عملية اللي من خلالها أو بتستخدم الكودز أو الكودينج، الترميز أو التشفير، اللي الهدف منها لحماية البيانات أثناء انتقالها من وإلى اللي هو أو ما بين نقطتين تنتين في النتورك. كريبتوناليسيس process of obtaining original message from encrypted message without knowing algorithms. طبعا الكريبتوناليسيس هو اسلوب يستخدم لاجراء عمليات التحليل للمسج هذه اللي هي السايفر تكست في الاساس، كمان شوي حنحكي عنها، اللي هو النص المشفر اللي انتقلت من اللي هو النقطة X خلينا نقول او السندر الى النقطة Y او اللي هو الريسيفر بدون معرفته للايه اللي هو الخوارزمية المستخدمة في عملية اللي هو التشفير. الانكريبشن اللي converting original message into a form unreadable by unauthorized individuals. يبقى الانكريبشن اللي عملية تحويل المسج اللي كانت مقروءة أو الأوريجينال مسج أو في كمان شوي حنيجي نتكلم عنها اللي هي البلين تكست إلى شكل غير مقروء غير مفهوم من مين؟ من باي اللي هو unauthorized individuals، يعني أي واحد ما عندوش صلاحية الاطلاع على النص هاد مش حيكون عنده الإمكانية لقراءة المسج هذه. Decryption, the process of converting the cipher text message back into plain text. لعملية عكسية لعملية الانكريبشن اللي الهدف منها اللي هو إجراء تحويل أو أن يرجع لي السايفر تكست اللي هي الانريدابل مسج إلى اللي هو ريدابل مسج اللي هي الأوريجينال مسج اللي عبارة عن إيه؟ عبارة عن البلين تكست. طيب ايش اللي احنا هنشوفه في الموضوع في الكريبتوغرافي؟ جاج قال لي شو المقصود بالكريبتوغرافي، وات از كريبتوغرافي. في عندنا نوعين من الكريبتوغرافي خلي بالكم، او بتصنف الى تصنيفين، في عندنا الكلاسيكال كريبتوغرافي والمودرن كريبتوغرافي. الكلاسيكال كريبتوغرافي اللي هي التقليديه او اللي هي متعارف عليها اليوم، صارت اللي هي للاغراض التعليمية أكثر من إنها للتطبيق أو الاستخدام. زي مين؟ زي سيزر فيجينير، هدول يعني يعتبروا من ضمن كلاسيكال كريبتوغرافي. عندنا أنواع تانية زي الهيل سايفر، الديس أو الداتا انكريبشن ستاندرد، طبعا مش في الكتاب موجودة، احنا جبناها من مكان خارجي. الاي اس برضو ادفانس انكريبشن ستاندرد، 1 2 3 هيل سايفر ديس بالإضافة للإياس تصنف كبلوك سايفرز، أو بين قوسين كمان سيمتريك سايفرز.
وعندنا كمان البابليك كي كريبتوغرافي اللي هي برضو من ضمن المودرن، عندنا الديفي هيلمان ككي اكسشينج بروتوكول، عندنا الار اس اي اليبتيك كيرف كريبتوغرافي بالاضافه للكريبتوغرافيك تشيك سامز اللي هي زي الاتش ماك او اللي هو الهاسج سوري هاش مسج اوثنتيكيشن كود. يبقى الاتش ماك ستاندز فور او الابريفيشن لمين؟ لا اللي هو هاش مسج اوثنتيكيشن كود بالمناسبه لي اس لي ادفانسد انكريبشن ستاندرد، الديس لي داتا انكريبشن ستاندرد، ار اس اي اللي اختصار الى ثلاث علماء اللي قاموا ب اللي هو تطوير الخوارزميه هذه لرفيس شامير ادلمان، بلوك او الهيلث سايفر اللي هي نسبه الى العالم ليستر هيل. اوكي يبقى ككريبتوغرافي او الورد اللي اسمه كريبتوغرافي اللي هو التشفير هي في الاساس جيانة من كلمتين تنتين لاتينية، يبقى word cryptography comes from two Greek words meaning secret writing واللي هو art and science اللي هو secret writing اللي بتساوي art and science of covering meaning. Privacy and security needed while communicating over insecure media or any open channel for example internet. يبقى احنا بحاجة لخصوصية بالاضافة لنوع من الامن لحماية البيانات اثناء اللي هو ايه اثناء اللي هو التواصل عبر ايش الشبكات اللي خلينا بين قوسين زي ما احنا شايفين اللي هي ايش كتب لي insecure او غير امنة. In past, cryptography was heavily used for military to keep sensitive information secret from enemies. طبعا في السابق كانت تستخدم في الأمور العسكرية فقط، لا اليوم احنا بنقول اللي هو في civilization او اللي هو في الأمور المدنية. طيب لايش الكريبتوغرافي هذه كانت تستخدم؟ to keep sensitive information secret from enemies لحماية البيانات الحساسة او اللي هي بحاجة لحماية من اللي هو الانيميز او الاعداء من الاوبوننت المهاجم الادفيرسايز اللي هو الناس اللي بحاول يعملوا اختراق لمين؟ للداتا هذه والبرايفسي بتبعتنا. مثال على هذا الكلام سيزر سايفر كانت موجودة. Nowadays with the technology progress as our dependency on electronic systems has increased we need more sophisticated techniques. طبعا في الأيام هذه يعني التكنولوجيا اتطورت بشكل رهيب وفي تقدم مستمر، يبقى احنا صرنا بحاجة لأنه احنا بنعتمد على الالكترونيك سيستمز او التطبيقات بشكل. اليوم احنا كثير من العمليات بنمارسها عبر الانترنت زي الاي باي مثلا، موضوع اللي هو البرشيز الشراء البيع عبر الانترنت مثلا اي كوميرس، عندنا بدي ترانزاكشنز اعمل اكسسنج للبنك بتبعي and so on. كل هذا كلام صار بورجينا قديش أهمية استخدامنا للكريبتوغرافي وقديش مهم موضوع أمن المعلومات في الشغل بتبعنا. Cryptography provides most of the methods and techniques for a secure communication. يبقى الكريبتوغرافي بتمكننا أو بتعطينا بتزودنا بأغلب الوسائل أو اللي هو الطرق الميكانيزمز التقنيات اللي من خلالها احنا نقدر نعمل سكيورينج اللي هو الكوميونيكيشن. طيب
الكريبتوغرافيا هذه بتعتمد على ايش؟ قال لي بتعتمد على الماثماتيكس، على ليش؟ لانه احنا اللي هو استخدامنا لمين؟ للديجيتال سيستمز، الأنظمة الرقمية. طبعا اللي بيشتغل في مجال الكريبتوغرافي لازم يكون عنده دراية بثلاث مواضيع مهمة: ماثماتيكس، كمبيوتر ساينس، الكتريكال انجينيرينج. طبعا هذول كل هياتهم موجودين في ايش؟ في الكمبيوتر انجينيرينج. يبقى كمبيوتر ساينس، سوفت وير انجينيرينج، كمبيوتر كوميونيكيشن، انفورميشن تكنولوجي، انفورميشن سيستمز، كلهم هذول المفروض مهتمين في موضوع الأمن. The importance of crypto analysis without having a complete يبقى إيش أهمية الكريبتو أناليسيس؟ Without having a complete understanding of crypto analysis or crypto analytic techniques, it's impossible to design good or secure unbreakable cryptographic systems. إذا إحنا ما كناش فاهمين الكريبتو أناليسيس وكيف الأوبوننت، الإنمي، الأتاكرز بفكروا، مش حيكون عندنا الإمكانية لتصميم خوارزميات تتميز بالقوة واللي هو تكون secure أو اللي هو unbreakable. Other disciplines it makes use of other disciplines such as error correcting codes compression، لمواضيع اللي هو يعني في نفس اللي هو المجال. Model for network security يبقى الشكل اللي موجود أمامنا بلخص لنا أشياء كثيرة في كيفية إيش الانفراستراكشر أو إيش المكونات اللي موجودة عندنا، شو السيناريو من لحظة انتقال المسج من السندر إلى لحظة وصولها إلى الريسيفر أو الريسيبشن. يبقى احنا عنا الجول تبع السندر يعمل انجكشن او يرسل المسج تبعته الى اللي هو الريسيفر بطريقة امنة. طبعا اللي هو المسج هذه بحاجة لمانيبوليشن، بحاجة لنوع من انواع البروسيسنج. يبقى اجي قال لي هي السندر وراح استخدم اللي هو security related information. طبعا security related information اللي هو من خلالها او اللي هي بعض البيانات او المعلومات اللي لها علاقة بايش؟ بالامن، اللي هو زي مثلا شو الخوارزمية بدك تستخدمها، شو الكي اللي بدك تستخدمه في عملية الانكريبشن. طيب اجى راح مثلا على فرض راح عمل انكريبشن، انا قوس هيك او مربع انه عملنا عملية انكريبشن. الآن اللي هو أصبحت المسج هذه إيش؟ سكيور. ليش؟ لأنها تحولت من الشكل بلين تكست إلى شكل السايفر تكست. يبقى المسج هذه الآن بتنتقل عبر اللي هو الشبكة أو التيونا التونل أو النتورك اللي موجودة عنا. الآن وصلت للطرف الآخر، أجي قال لي secure message هذه أنت عملت هنا encryption، إحنا بنطبق العملية العكسية اللي هي عبارة عن إيش؟ عملية decryption، طبعا باستخدام نفس الخوارزمية اللي تم استخدامها من قبل السندر. لازم نلاحظ يا جماعة أنه أثناء انتقال المسج هذه من السندر إلى الرسيفر عبر الشبكة أو الإنترنت أو أي وسيلة تواصل، من الممكن أن تتعرض لإيش؟ للأوبوننت أو اللي هو الشخص المعادي الإنمي يعمل كابتشرينج للمسج هذه، يعمل اللي هو listening, eavesdropping and so on. لكن طبعا لو كانت المسج هذه encrypted what so what، لو مش هيقدر يعمل او يفهم منها اي
شيء، لأنه فقط اللي بيقدر يعمل decryption من يمتلك الكي اللي تم استخدامه في عملية الانكريبشن. طبعا هذا بحاجة لأسلوب في كيفية نقل المفاتيح من الطرف X إلى الطرف Y، واللي هي عبر إحدى الخوارزميات اللي هي موجودة عندنا. اوكي، Trusted Third Party Example Arbiter Distributor of Secret Information. احنا طرف ثالث ممكن نكون واثقين فيه عشان يقوم بعملية توزيع المعلومات او توزيع البيانات whatever. يعني احد الامثلة على الـ Trusted Third Party اللي هو مين؟ البي بال. البي بال انت بتشتري بضاعة، ممكن ما شفتش اللي هو حدا، ما بتعرفش البائع، ما سبقش قبل هيك اتعاملت معه، فبتروح بتدفع ايش العمليات هذه الكترونيا. فكتراستد ثيرد بارتي يعني فيها او طب واحد بيقول لي ما انا بدي اشتري، طب ايش يضمني انا ادفع الفلوس اللي هو مزود الخدمة او مزودني بالبضاعة ويروح اللي هو ما يعطينيش الكلام. اجي قال لي في عندي تراستد ثيرد بارتي، انت بتعطيني الفلوس، بتقول له والله يا هي هذه خليها امانه عندك، عبل ما اعطيك الاوكي بانه البضاعه وصلت تقدر تتصرف فيها. نفس الشيء الفندور او اللي هو الشخص مزود الايتيمز او الخدمه البضاعه، انه لو قام بارسال البضاعه لو اعطانا الخدمه، انه الشخص المتلقي او المستقبل يقوم بتحويل المبلغ المالي مقابل هذه الخدمة. فبالتالي Trusted Third Party بحل لنا المشكلة هذه. Secure Communication. Secure Communication اجي قال لي أليس او من خلال Secure Communication عندها هاي المكونات بتبعت اللي هو الموديل، عندها هي السندر اللي هو أليس، البلين تكست اللي هي الأوريجينال مسج قبل ما يتم إرسالها، عند الإنكريبشن كي بدنا نيجي نعمل عملية إنكريبت لمين؟ للمسجات. تحولت إلى السايفر تكست. السايفر تكست هذا لما بصل للي هو الرسيفر بدنا نعمله ديكريبشن. الديكريبشن باستخدام ايش؟ اللي هو المفتاح اللي تم استخدامه هي في التشفير. الان تم تحويل اللي هو السايفر الى بلين تكست، وصلت ل اللي هو بوب اللي هو عبارة عن الشخص او الرسيفر. زي ما حكيت قبل بشوي من الممكن جدا بانه اثناء انتقال البيانات هذه بانه يكون في عندي opponent enemy يكون اللي هو يعمل capturing للمسج هذه او غيره، فبالتالي او يعمل eavesdropping، وهي عندنا ايفي او ايف لو انمي اور ادفيرساري اللي هو الشخص المعادي اللي بيعمل بيحاول يعمل كابتشر. طبعا لو المسج اللي هو انكريبتد مش حيكون يستفيد منها، ليش؟ لانه لا يملك ليش المفتاح عشان يقدر يعمل ايش ديكريبشن. مالوري اوسكار طبعا هذول الاثنين موجودين اللي هم ك مثال لأسماء. اوكي، يبقى الانكريبشن ايش المقصود بيها؟ convert normal or readable data into obscure or unreadable data. encryption algorithm طبعا لازم نكون عارفين بانه لو نفس الداتا رحنا دخلناها لنفس لخوارزمية معينة لكن مع اختلاف المفتاح هتطلع عندي بيانات ايش مالها مختلفة عن اللي هو العملية السابقة. يبقى هنا hi there for example and two transmission marks fitted to the encryption algorithm، راح اعطاها اياها غذى الانكريبشن الالجوريثم باستخدام المفتاح، راح عمل انكريبشن فطلع معنه عنده الاوتبوت بالكلام هذا. خلي بالك لو انت غيرت الخوارزمية هتطلع عندك ايش بيانات مختلفة، زي لو انه احنا غيرنا المفتاح اللي ممكن نستخدم في عملية التشفير.
Decryption, convert obscured or unreadable data into normal readable data. يبقى هي عبارة عن عملية عكسية لمين لا اللي هو الانكريبشن بروسيس. لاحظ هان زي ما احنا شايفين عملية عكسية، اجي اخذ النتائج اللي كانت موجودة عنده وبدي يعمل ايش ديكريبشن عشان يرجع التكست الى ايه الى مكان عليه. المثال اللي موجود امامنا اخذ اللي هو السايفر تكست وبحاول يعمل ديكريبشن باستخدام ايش اللي هو اساليب مختلفة، مثلا زي اللي هو اساليب مختلفة اللي ممكن تكون الخوارزمية مختلفة، ممكن يكون الكي مختلف، وبناء عليه ما توقعش انه يظهر عندي النتائج هاد نفس النتائج اللي كانت ايش موجودة عندي في السابق. اوكي يبقى terminology عندنا البلين تكست clear or readable text cipher text under text unreadable اسف السايفر اللي عبارة عن algorithm for encryption and decryption. وهنا شفنا مثالين اثنين موجودين عندنا اللي ممكن يتم استخدام الخوارزمية. على سبيل المثال كان استخدم هيل سايفر هان هنا، في حين انه استخدم مثلا استخدم RC5 وكان بلوكس وطلع عندنا بتجمع، او لو بنشوف كيف لو نستخدم الخوارزميات هذه في عملية التشفير. اوكي يبقى عندي هنا ممكن الانمي او النموذج السابق هذا او الموديل السابق، ممكن الانمي اللي عندنا هان تكون له اكثر من نظرة في حال حصوله على البيانات. اجي قال لي اوسكار يعني بهمه انه ريد ذا مسج، بده يعرف ايش المسج هذا، فيجر اوت اليسز كي او يحصل على طبعا لو قام بالحصول على المفتاح يبقى معناته حيكون عنده الإمكانية لقراءة جميع اللي هو المسج اللي تم تشفيره باستخدام هذا المفتاح. مالوري اللي هو بعكس أوسكار كان يعني قنوع بده فقط يقرأ المسج، لكن مالوري أجي قال لي لا أنا بدي أعمل إيش modify the contents of the message. Bob will think Alice sent the altered message. طبعا هان لما يعمل تغيير اجت الرسالة هنا ممكن يعتقد بانه ايش صار اللي هو هذه رسالة بديلة. Impersonate Alice اللي هو نوع من انتحال الشخصية. Communicate with Bob who thinks he is communicating with Alice. يقطع الاتصال فيما بينهم بتواصل معه، وهنا حيكون في عندي مشكلة. ليش؟ لأنه أنت بتتكلم مع حدا خارج نطاق المنهج اللي أنت بتشتغل عليه. أوكي يبقى هنا attack means cryptanalysis. This is opponent whose goal is to break crypto system is the adversary enemy. Assume adversary knows algorithm used but not key. بعرف اللي هو الخوارزمية لكن ما بعرفش ايش المفتاح. السايفر تكست اللي هو طبعا امثلة على الاتاكس هذه زي السايفر تكست اونلي اللي هو بيقول لي اليس هاز اونلي كوبي اوف سايفر تكست، فقط انت بتعمل عندك السايفر تكست ما عندكش اي شيء ثاني. نون بلين تكست اف هاز ا كوبي اوف سايفر تكست اند ا كورسبوندينج بلين تكست اند ترايز تو فيجر اوت ذا كي. معاهم الاثنين البلين تكست والكورسبوندينج سايفر تكست. طب ايش الهدف من النون بلين تكست اتاك اللي هو معرفة او الحصول على المفتاح. choosing plain text if can have a cipher text corresponding to sample plain text which is which she believes is useful to figure the key. يبقى برضو هنا عنده السايفر وعنده ايش البلين تكست والهدف الحصول عليه على الكي. choosing cipher text if can have a plain text corresponding to a sample of cipher text which she believes
is useful to figure out. يبقى هنا معوش للبلين تكست كله، لا chosen جزء مختار أو جزء محدد. Basis for attacks and decrypt analysis and mathematical attacks based on analysis of underlying mathematics. طبعا يعتمد على اللي هو الاناليسز. Statistical attacks make assumptions about the distribution of letters, pairs of letters, digrams, triplets of letter trigram, etc. Called models of or the language. طبعا هنا الهدف من Crypto Analysis examine ciphertext, correlate properties with the assumptions. الشكل اللي موجود أمامنا بوضح لنا relative frequency of letters in English. يعني مثلا حرف الإي اللي موجود عندي هان أكثر حرف من الحروف اللي تستخدم في وين؟ في اللي هو الإنجليش letters، في حين حرف التي اللي هو يعني نوعا ما بيجي في المرتبة الثانية وهكذا. لكن في حين لو جينا اطلعنا على الجي على الزد على الإكس على الكيو بنلاقي اللي هو بتستخدم بنسب ضئيلة جدا. طيب واحد ممكن يجي يقول لي انا طيب ماشي بدي اعمل انكريبشن بالخوارزمية وهيئات البلين تكست، ايش بحتاج كمان؟ اذا قال لي بتحتاج الكي. يبقى الكي a secret piece of information that controls how the encryption algorithm works. طبعا لو تم استخدام مفاتيح مختلفة على طول مباشرة هيعطيني different encrypted results. يبقى هنا hi there encryption algorithm اعطاني الكلام هذا بحسب المفتاح. هنا نفس الشيء، يبقى كل بلين تكست انا بستخدم معه في السيمتريك نفس المفتاح في الانكريبشن والديكريبشن، لكن ممكن اللي هو ضمن فترات زمنية محددة يتم تغيير المفتاح. ترمينولوجي برضو security through obscurity or ambiguous. طبعا نحاول بقدر المستطاع انه الخوارزمية المستخدمة تكون اللي هي ايش unpublished. يبقى do not publish some details of your algorithm assuming people will not figure it out like hiding the key under the doormat. يعني بقول لك انت بتروح اللي انت مخبي المفتاح تحت الدواس اللي قدام اللي هو باب البيت الباب تبع البيت. فيعني هذه معظم اللصوص بيعرفوا الكلام هذا، او في هيك زي مكان الصيص الورد اللي هو كان رايح حطوا له المفتاح فيه. طيب ماشي، فيبقى انت حاول انه بعض البيانات انها تكون ايش مبهمه غير غير مفهومه. Once your flow algorithm is leaked you are screwed. إذا مجرد من الخوارزمية عرفت مجرد من عرفت الباراميترز فأنت بتكون يعني خلاص unsecure. Okay.